وجلال حسن بتحية إلى الجماهير الحاضرة إلى ملعب الشعب الدولي صافرة البداية. المباراة انطلقت عند الأبيض عند النوارس، كرة عالية وطويلة ولكن مصطفى يتدخل، عادت إلى مصطفى محمد جابر، انتقلت بفريق الزهر، انطلاقة خطيرة 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 والخطورة لا تزال قائمة لصالح فريق لفت الوسط. ماذا يقول حكم المباراة؟ تحايل وبطاقة صفراء، هكذا جاء القرار، تحايل يقول على مصطفى مؤيد، وبالتالي أولى البطاقات الملونة في المباراة. شكور كرة الآن لنفت الوسط، ولكن جلال حاضر دائما وأبدا. وثانية تصل رضا، يمرر تمرير أرضية تصل لأكوي، تغيير عند علاء، الكونتر أتاك، السرعة والمهارة حاضرة، انفراد انفراد انفراد، جول. إذن الأبيض يفتتح التسجيل من أولى المحاولات. هذا المدافع الذي تحول إلى منطقة جزاء فريق نفط الوسط وانتظر الكرة العائدة من حارس المرمى، يا سلام ويا روعة الزوراء في استغلال رائع وجميل جدا 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 من مصطفى محمد جابر. الكونتر أتاك لصالح نفط الوسط، الأفضلية العددية واضحة، تأخر 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 والآن تحويل ممتاز، خطيرة 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 خطيرة، جول. لولا القائد دائم التألق، لولا القائد دائم الحضور، لولا صمت التدخلات. كرة لصالح ناصر، ظهر ناصر محمد وعادت لمحمد، خطيرة ولكن التسديد. تدخل حكم المباراة يقول استمرارية، برونو 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 برونو، التسديد اسيست من محمد، يلعب كرة وراسية لوكاس بعيدة، ركلة مرمى عند القائد جلال حسن. ابتسامة من المهاري الكبير من كرار جاسم، لا يحظى إلا بدقائق معدودات. ومراد يحاول افتكاك الكرة من أمام فلورين ديدير، مراد ينجح يمرر انطلاقة، وهنا حسن عبد الكريم يهيئ لنفسه. الله 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 الله، لو اكتملت ولكن بعد. تصل لمراد، ينقلها إلى علاء، ممتازة ممتازة ممتازة، محمد عن ساستيتو، ولكن إلى الشباك من الخارج. كرة للمنتصر بالله، وتمريرة خطيرة، كرار جاسم، كرار خطير، كرار 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 كرار، جول. الله الله الله، يا لحظ جلال ويا سوء حظ أحمد كوني، الحظ يقف مع الزوراء. ومصطفى يتدخل، وكرار يرسل تمريرة خطيرة، ولكن بالمرة الأولى القائم، بالمرة الثانية جلال موجود، جلال عنها، شوف القلق، التحركات، وانتهت الأمور عند الحسن حويبيب، وبعد ذلك إلى كورنر، مرت الكرة بسلام، يصطادها العملاق، محاولة التعويض من خلال الكورنر، والآن لوكاس والرسلان وبقية الأسماء والقائد سعد، وصافرة النهاية تأتي. مبروك مبروك للزوراء، هارد لك لفريق نفط الوسط. الزوراء إذن يعود لسكة الانتصارات ويلحق بنفط الوسط أولى الخسارات. أعود للزميل سيف الباشا وضيوفي الكرام للحديث عما جرى في شوط المباراة الثاني للقاء الزوراء وضيفه نفط الوسط. لك الكلمة زميلي سيف.